طبعا قطاع غزة يعاني منذ سنوات فيما يتعلق بطوارئ الشتاء نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة، فهناك في عدة مشاريع قطاع غزة بأمس الحاجة لتنفيذها بأقرب فرصة لكي طبعا يمر الشتاء القادم بكل أريحية. على رأس هذه الاحتياجات يوجد لدينا حوالي 7 اللي هي نقاط ساخنة وبنسميها، يعني بتحتاج إلى مشاريع، وهذه المناطق منتشرة في مناطق قطاع غزة. بنتأمل أن يتم الحصول على تمويل لسرعة المباشرة فيها، وهي غالبيتها تمديد خطوط وتركيب مصارف للأمطار. هذا طبعا اللي هي مشروع ملح. طبعا في احنا في قطاع غزة في كثير من الشوارع الهامة والرئيسية تفتقر إلى وجود مقاعد أسمنتية مع مظلات، وبالذات لكبار السن. بالنسبة للمقاعد اللي تكلمنا عليها حاجتنا، على الأقل بدنا في حدود 100 كرسي مع مظلة بتغطي جميع مناطق القطاع المهمة. في المحرك الرئيسي لكل الخدمات عندنا، وبالذات خدمة مياه الأمطار والصرف الصحي، هي مادة السولار. ومادة السولار هذه بتشتغل عليها محطة الصرف الصحي ومحطة تصريف مياه المطر والشاحنات المتخصصة في جمع النفايات، والبلديات جميعا، كل بلديات قطاع غزة تعاني من هذا الموضوع الحيوي والمهم. وحاجتنا في فصل الشتاء لكمية حوالي 100,000 لتر. بنتأمل أن يعني نجد أي دولة تساعدنا، وبالذات في ظل هذه الظروف الصعبة.